مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم رؤى واحلام، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الهجري المجيد وكمان عام العيد القبطي، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه تكون كلها خير وسعاده. دكتور مليكه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا دينا وكل الامه الاسلاميه، يا رب دايما بخير وسعاده يا رب. النهارده حلقتنا احنا خصصناها لاحلامكم، لقينا احلام كتير جدا واسئله على صفحتنا، فطبعا احنا بيكون لضيق الوقت مش بنقدر نقول كل الاحلام، بس النهارده خصصنا الحلقه كلها لاحلامكم. اول حلم يا دكتور مليكه ويلا نبدا بيه، هي بنوته بتقول انا كنت ماشيه في مكان لقيت مقابر، بس في ناس كتير واقفين وقاعدين يرموا زي جمرات كتيره وقاعدين يقولوا ويكبروا، وبعدين لقيت المقابر دي مفتوحه وشايفه اموات فيها وكمان بيتحركوا في المقابر، وفي واحده مربوطه من ايديها شايفاها وبتقول ارحمني يا رب. لا لا هي ما تعرفهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرؤية دي اما يكون فيها جمرات، الجمرات احنا بيترجم بها الشيطان. هنا كمان جه رمز انها مربوطة من ايديها. انا عايزة الناس تتعلم الرموز، بنربطها ازاي من اول الرؤية لاخر الرؤية، يبقى كده رمزين اتنين مرتبطين ببعض، يعني معنى كده انها كانت رزقها وحياتها كانت فيها عسر بسبب اشخاص معينة، يعني ضروها بسبب اشخاص ضروها. فهنا لما رمت الجمرات فمعنى كده نصرتها على اعداء، فيا رب دايما كده ربنا ينصرها، وانا عايزاها تحصن نفسها دايما والله اعلم. بنوته بتقول انا بحب او مرتبطه بحد بتحبه بقالها فتره طويله، دايما تحلم ان هو مع واحده، بس مره تلاقي يعني مواصفات فيه باينه، مواصفات فيها هي شعرها لكن مش بتقدر تشوف ملامحها كويس. هي عايزه تقول ده تفسيره ايه؟ لا ده عقل باطن. ده من عقل باطن. طيب في بنوتة تانية بتقول هي حلمت ان هي بترضع طفل من صدرها، من العلم ان كويس. هي مش متزوجة ولا مخطوبة، ده ارتباط ليها مع اقبال العام الجديد بامر الله تعالى، والله اعلى واعلم، وان شاء الله هيكون فيها خير عظيم جدا جدا لاهل زوجها ولزوجها، يعني هي هتكون ادمها ادم السعد عليهم بامر الله، وهم كمان والله اعلم. والله اعلم. هقول الحلم الصغير ده بعد كده نرجع لتليفوناتنا عشان تليفوناتنا بدات. لو سمحتي ماما حلمت اني بنتها وقعت على ظهرها وانا بمسح البيت عندها. الرؤية دي تخص حد من اخواتها، ما تخصهاش هي او تخص الاب، فلازم تكون حريصة عليهم. هو يعني في ضرر كده من ناحية الحالة المادية، ممكن يبقى فيها تعثر شوية وحد ممكن ينأذي بسبب الأزمة المادية دي، فهي عليها بقى الأم كرؤية ما تخصش بنتها، هي تخص حياتها. فالأم طبعا لازم تكون هي واجهة البيت، إن هي تقدر تلم إزاي، تقدر تعدي العثرات إزاي اللي في البيت. والله أعلى وأعلم، ربنا يسرها للجميع. طبعا عايزة أقولك عندي أحلام كتيرة جدا ليكي. بس أمل مستنيانا بقى لها شوية كتير. ألو أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أمل، اتفضلي. ازيك يا دكتورة أمريكا؟ أنا اللي كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات. خير، اتفضلي. اللي هو بخصوص بس الخط قطع، ما عرفتش ان انا اكمل. بخصوص الحلم بتاع اخويا اللي كان جايب 3 كيلو صابون وتحوله للبن، فاكر حضرتك؟ طب عيدي تاني. طيب بابا كان هو اخويا متوفي، وكان بابا حلم ان هو جايب 3 كيلو صابون وتحوله لبن، وبعدين قال لبابا انا رجليا بتوجعني، فبابا خده وراح للدكتور، لقى الدكتور ده هو الشخص اللي عمل فيه الحادثه. ايوه افتكرتك. طب انتوا سالتوا صاحبه زي ما قلت لك الاسبوع اللي فات؟ رحنا سالنا صاحبه وقلنا له على موضوع الحلم وكده، قال انا ما شفتش حاجه. بيقول انا ما شفتش حاجه، مش عارفه بقى، مش راضي. يبقى الموضوع كده خلاص، نتجه للرؤيه، تبقى الرؤيه حق زي ما قلت لك. هو قال ما شفتش حاجه. هو قال ما شفتش حاجه، بس في ناس كانوا واقفين وبيقولوا ان هو كان جاي في، هو اصلا الطريق مزدوج، فاخويا كان جاي في طريقه والشخص الثاني دخل عكس الطريق، خبطه. لا جاي مخالف، فاخويا كان داخل الفتحه عشان يروح الطريق الثاني، فالثاني دخل فيه. ده الكلام اللي الناس كانوا واقفين، اللي الناس قالته، لكن انا كنت بستشهد بصاحبه اكتر. يبقى طب كملي المنام. صاحبه قال ما شفتش حاجه. ما شافش. طب كملي المنام. طيب
فاحنا رحنا للمحامي، المحامي اصلا كان عامل سجن وكان عامل تعويض، فقلنا له برضو على موضوع الرؤيه وقلنا ان حضرتك قلتي هو وقع على ظلم، قال خلاص لو كده انتوا عايزين تتنازلوا عن السجن تنازلوا، بس كنت ده رايي على فكره، كنت لسه هقول لك ممكن تاخدوا تعويض، ده محلل جدا. هو قال لنا كده، قال وديه مسلمه الى اهل. تمام. فهو قال لنا كده، فانت راي حضرتك ايه؟ رايي معاه طبعا. طيب انا برضو هقول بس حلمين بسرعه كده، اتفضلي. لهم علاقه بالرؤيه بالقضيه؟ بسرعه يا امل علشان بس التليفونات. اتفضلي يا امل، اتفضلي. بابا برضو حلم ان هو في مكان واسع كده شبه المدرسه، وان احمد اخويا واقف في الحوش اللي تحت، فالشخص اللي كان خبطه ده جايب ناس عشان يتوسطوا له عشان يصالح ابويا ويتنازل عن القضيه. فبعدين بابا طلع فوق والناس طلعوا وراه، بابا سابهم ونزل لأحمد أخو. بابا بيقول لأحمد أخويا، بيقول له ليه يا أحمد اتنزلت عن القضية؟ قال له خلاص يا عم. قال له خلاص؟ قال له خلاص يا عم، أنا اتنزلت خلاص. تمام تمام. ورؤية تانية ان هو ان احنا لينا القصر كبير، فبابا راح القصر ده، وبعدين الشخص اللي خبط اخويا ده جه عندنا البيت اللي احنا ساكنين فيه، ماما بعتته قالت له لا ده هو بابا يعني في القصر، روح له هناك. فراح له بابا قعد يزعق له وخرجه من القصر وقال له لا اخرج من هنا، اللي جايبك هنا. وبعدين قال له كان القصر ده اصلا كان فيه عمال شغالين فيه بيجهزوه، وكان في ما بيننا وبين الجيران بتوعنا كان فيه زرع كبير قوي، بابا بيقول انا ما شفتش في جماله في الزرع ده. فبعدين قالوا عايزين، الجيران قالوا عايزين نعمل سور او جدار بيننا وبينهم. بابا قال لا، الجدار ده يتعمل في وجودي. وبابا لقى انوار كتير قوي، يعني نور كتير، الاضاءه زايده قوي في القصر ده، فقال انا عايز، بيدور على مفتاح الكهرباء، الكبس بتاع الكهرباء عشان خاطر يقلل الانوار دي. ما لقاش، قال لا خلاص انا هروح للسكينه العموميه عشان انزلها عشان يطفى كله يعني. فصحى بقى على كده. ما بس الدكتور خرج من القصر. تمام، هو خرجه. طيب شوفي بقى يا ستي، الرؤية دي خلينا في الرؤية التانية الأول. أولا الدكتور خرج من القصر، معنى كده أن الموضوع بتاعه هيتحل والمشكلة هتزول تماما تماما. من بعدها ظهرت الزرعة الخضراء والأنوار بالشكل اللي باباكي شافه، الشكل الجميل قوي قوي قوي. فأنا شايفة أن خلاص الموضوع ده بعد ما هينتهي تماما إن شاء الله رب العالمين، ربنا هيكرمكم جدا جدا جدا. واضح كده أن الدكتور ده على فكرة ممكن يكون عنده حاجة أو عذر شديد جدا جدا، في عنده ظروف سيئة جدا، فربنا يعني وكلكم أن أنتوا تعطوا له السماح. فربنا يا رب يرحم أخوك ويتولى برحمته. خدي بالك أن الرؤية اللي قبلها برضو أخوك قال خلاص يعني مش عايز حقه أو سامحه أو كده، فالرؤية دي حق جدا، لأن باباكي من جواه عايز ياخد الحق. فلما يجي ابنه يجي يقول له الكلمه دي، احنا لو قلنا عقل باطن يبقى الاب يشوف ان ممكن يقتل الدكتور، ممكن ان هو يشوفه داخل سجن، يبقى شايف دايما العذاب متوجه للدكتور. لكن ان هو يشوف حاجه عكسيه ومن حد متوفي في دار الحق يقول له لا خلاص، فخلاص يعني عفى الله عما سلف، وان شاء الله رب العالمين ربنا يعوضكم خير ويربط على قلبكم بحق لا اله الا الله. أمين. والله اعلم. والله اعلم. معايا ايه الو. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كان عندي ثلاث احلام صغيرين. طب اتفضلي. بس بسرعه يا ايه. حلمت ان انا كاني خلفت سبع توائم. ايه؟ عمها خلف سبع توائم. سبع توائم. ايوه. اولاد ولا بنات يا ايه؟ ما انا ايه ثواني، الدكتور بتسالك اولاد ولا بنات؟ لا مش عارفه، بس هم كان فيهم ولاد. طيب كملي. طب كملي. كان عمرهم حوالي ثلاث او اربع شهور كده. فانا بقول لماما انا خلفت السبع توائم دول سلام، في بيجيبوا اثنين او ثلاثه وبيموت منهم، لكن انا ولدتهم سلام وقعدوا كمان بعدها عاشوا معايا فتره. ايه انت اللي ولدتي؟ ايه معلش، انت اللي ولدتي السبع توائم؟ انت قد ايه يا ايه؟ انا متجوزه. عندك ولاد؟ عندي واحد وحامل. طيب كملي. فكان هم خلاص ماتوا مش معايا، فبقول لماما هم قعدوا معايا فتره وعاشوا معايا ومفيش حد فيهم جرى له حاجه. تمام. فبقول لها ده انا كنت هتصرف معاهم ازاي وهخرج بيهم ازاي، والحلم خلاص على كده. طيب ماشي، عندك حلم تاني؟ في حلم، في حلم حلمت ان انا وجوزي واقفين في الشارع بالليل، وكان في بنت برضو عندها حوالي ثلاث او اربع سنين،
كانت ماسكه في ايديها صاروخين، اللي هي صواريخ رمضان دي للاطفال بالعربي. ماسكه ايه؟ ثواني ايه بتقولي ماسكه ايه؟ صاروخين، اللي هي صواريخ رمضان. صواريخ رمضان. ايوه طب كملي. فهي ولعت اول واحد وحطيته على الارض، فانا كنت متضايقه وخايفه الصاروخ ينفجر وانا اتخضي من الصوت، فانا بصلها ومركزه. بعد كده لقيتها قربت علينا خطوتين وقامت مولعه الصاروخ الثاني وحطاه برده على الارض. وده والحلم برده خلاص على كده. تمام. طيب ثالث حلم، حلمت ان انا في البحر، عايمه في البحر، وكاني انا عايزه اطلع قرب الشط، فلقيت ما بيني وما بين الشط حته غويطه ماليش فيها طول. تمام. فانا حاولت اعوم فيها لقيت نفسي ماليش طول، فحاولت اعوم لحد ما عدتها. فانا اول ما عدتها لقيت الناس كلهم اللي عايمين قرب الشط بصوا لي. تمام. فانا لقيت ماما واقفه معاهم، رحت رايحه واقفه معاها وقعدت احكي لها ان انا يعني عديت الحته الغويطه دي. تمام. انت حامل في الشهر الكام يا ايه؟ انا في الشهر الخامس. ان شاء الله ربنا هيكمل لك على خير، وبامر الله تعالى الرؤية الاخيره بتدل على تيسير ولادتك تماما ان شاء الله رب العالمين. الاحلام اللي قبل كده انا بفرق ما بين الاحلام والرؤى، دي كلها من عقل باطن. تمام. طيب. يا ايه هي الاخيره يعني دي رؤية، ما فيش حاجه ثانيه حضرتك؟ لا هي الاخيره رؤية بس. طيب حاجه ثانيه يا ايه. طيب مين معايا ثاني؟ اخد مها. الو. وعليكم. وعليكم السلام يا مها، اتفضلي. اتكلم الدكتوره ميكا لو سمحتي. دكتور مليكه معاكي. اهلا يا مها. معايا ثلاث احلام. اول حلم اختي حلمت انها وهي وصاحبتها واحده وواحده ثانيه ما تعرفهاش قاعدين في مكان، فاختي بتبص في الارض لقيت خاتم البنت اللي كانت في الحلم كانت عاوزاه، كانت عايزه تاخد الخاتم، فاختي قالت لها ان انا اللي شفته الاول، فاختي راحت صاحبتها قالت لاختي خديه، فاختي قالت لها هو انا هسيبهولك ولا ايه؟ فلبست الخاتم فلقيته مكسور فخلعته ومسكته في ايدها بتبص فلقيت دبله فاخدها، فاختي بعد كده بتبص فلقيت غوايش كتير قوي، فاختي خدت غوشتين. بعد كده جيت انا قلت لها الذهب ده ملبوس بتاع واحده ميته. ده اول حلم. اختك ظروفها ايه يا مها؟ ازاي؟ يعني متجوزه يعني حالتها عامله ايه؟ مش متجوزه. لا مش متجوزه، انسه. تمام. عمرها قد ايه؟ 18 سنه. اها. وبعد الحلم الثاني اختي حلمت انها وصاحبتها واقفين قدام عربيه، وبعدين صاحب العربيه ده وقال لهم لموا الزباله اللي قدام العربيه، وبعد كده قعدوا يلموا الزباله، وبعد ما خلصوا وهم ماشيين صاحب العربيه قال له اختي انا هديكي جنيه ذهب، وبعد كده مشى الراجل، وبعد كده اختي بتبص للجنيه لقيته جنيه فضه بفضه بس شكله بيلمع، وبعد كده البنت اللي في الحلم بتقول لاختي حظك، فاختي قالت لا مش عاوزاه بس من جواه هي عاوزاه، راحت البنت قالت لاختي خدي الجنيه، فاخدته، وبعد كده مشيوا فدخلوا البيت خالي، وبعد كده واحد قريبنا شد اختي من ايدها وقال لها محمد ناصر اتجوز عليك، ما كانش يقصد محمد ناصر، كان يقصد يقول محمد اتجوز عليك، وبعد كده محمد مين يا مها؟ بعد كده قال لها محمد مين ده يا مها؟ الدكتور بتسألك يا مها. ايه؟ أيوه. الدكتور محمد بتاعي المرتبطة بيه يعني؟ لا مش مرتبطة بيه. محمد ايه؟ محمد رفاعي. مين ده يعني؟ انا بقولك ده مين؟ تعرفيه منين يعني؟ صلتك بيه ايه؟ ما تعرفوش في الحلم ده كده. جه حلم كده مجرد جه اسم بس. كمل. اوكي. ماشي بس خلص الحلم ده. هواتي في حلم ثالث. اختي حلمت انها موجوده في مكان هي وشخص وهي قاعده قدامه ومدياله ظهرها، وبعد كده بابا جه وجاب معاه دبلتين وقال لها خدي واحد منهم ولبست واحده لقيتها واسعه. لقيتها واسعه خالص، وبعد كده لبست الثانيه لقيتها حلوه وكويسه بس واسعه شويه بس عجبتها وخدتها، وبعد كده بابا قال لها خدي واحده، قالت له لا دي مش عارفه دي. ماشي يا ما، هي الاحلام كلها زي بعض على فكره، كل الاحلام زي بعض يعني، خاتم القصر وخدت حاجه ثانيه مش عارف ايه، وهنا برضو حاجه بدل حاجه. هي مكلمتناش ليه يا مها؟ هي جنبك؟
لا هي اخر حلمي دهوات مرتبطه بيا. حلمت انا واختي لابسين دريلين حلوين متزوقين وشكلنا حلو قوي، وفجاه اختي بتبص من البلكونه لقي شابين حلوين قوي، وواحد عارفه والثاني ما تعرفوش، واقفين بيسلموا على بعض. وبعد بابا دخلهم البيت بعد بتاعنا وقال هاتوا لي حلويات العيد ليهم. قعدنا ندور على الحلويات العيد ما لقيناش. وبعد كده اختي بترفع فرشه السفره لقيت صينيه بسبوسه وفيها جلاش. اختي اكلت حته من الصينيه وقالت لها هحط لهم منهم. تمام. طيب حاجه تاني؟ الو. شوفي يا مها، شكرا يا مها، حالا هنرد عليكي. الرؤى كلها بتصب في حاجه واحده، انها تمنت حد معين بس هيجي لها حد تاني. الرؤى كلها بتدل كده، وفي خطوبه والله اعلى واعلم قريبه جدا جدا في خلال شهور بسيطه قوي قوي قوي. هي دي كل الرؤى بتؤدي المعنى واحد، بس ما تتعشمش في حد تاني ولا كده خالص. انا شايفه ان في حد تاني هيجي لها وباذن الله ربنا يصلح حالها معايا يا رب. يا رب الله اعلم. ما تاخدش بالمظاهر، مش عايزاها تاخد بالمظاهر. اوكي مريم. ايوه مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا مريم. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الله يسلمك يا دكتور. اهلا، ربنا يخليك. انت فسرت لي الحلم قبل كده زمان وتفسر فعلا. انا حلمت ان جوزي الله يرحمه واخد ابن صاحبه ورايح لمرات ابني عشان يديله درس. علشان ايه؟ عشان مرات ابني تديله درس. هي اصلا مدرسه، تديله درس. تديله درس. وقال لها انا رايح لك عشان ادي ابن فلان اللي صاحبه دوا تديله درس. تمام. قالت له طيب. وصحيت على الحلم على كده. بس انا بحلم احلام كثيره. لا قولي لي الحلم وبعيش. الحلم ايه اللي اتحقق؟ انا مش فاكراه، بس يعني ده كان من فتره. وايه اللي اتحقق؟ طيب اكيد فاكره ايه اللي حصل. طب ايه اللي حصل؟ ايه يعني اللي حصل؟ ايه الحدث اللي كان حضرتك افتكرت ان ده الحاجه اللي انا فسرتها واتحققت زي ما بنقول؟ لا، انت كان في حلم زمان عن جوز برضه الله يرحمه، وقلت لي في حاجه هتحصل لابني فعلا، وفي حاجه حصلت لي ان هو مراته خلفت بنت. حاجه كويسه. طيب طيب حاجه حلوه. لا حاجه حلوه. طب الحمد لله. الحمد لله يا رب. انا بحلم احلام كتيره واعيش، ولما بصحى من النوم بعيش الحلم نفسه. بقى زعلانه اليوم كله، بفتكر اليوم كله، بقى عايشه المود وبحس بالتعب والزعل انا كنت في الحلم. دي طبيعه انسان، دي طبيعه البشر. يعني في ناس بتاخدها كده، تاخد المنام بينطبع عليها وهي في الصحيان، وقت الصحيان دي الناس فيها الطبع ده. انا اوقات بخش في المود ده شويه، بس ما يكون رؤيه مضايقاني بستعيذ وكل حاجه، ممكن واحد يبقى متاثر منها شويه. ده طبيعي حضرتك يعني. هي بتبقى حساسيه زياده عن اللزوم. ده طبيعي. رؤيتك ايه؟ اتفضلي قولي قولي منامك. معايا مراتي، بقول لك حلمت بجوزي الله يرحمه رايح لمرات ابني وواخد معايا ابن زميله عشان يديله درس عندها. هي على وش ولادها. يعني هل الحلم ده ليه يعني علاقه بيه؟ رايح لمرات ابنك وعايز يدي درس لمين؟ لابن زميله. لابن زميله. هي حامل في ولد؟ هي لا حامل في بنت. لا، المنام ما يخصهاش. المنام يخص زوجها. المنام كده ملوش دعوه خالص بالموضوع ده، ويخص زوجها. وبعدين ابن زميله اسمه ايه؟ او زميله اسمه ايه؟ انا عايزه الاسمين لو ينفع. عايزه اسم الاثنين؟ لو ينفع. خلينا في الولد، خلينا في الولد. اسمه ايه؟ اسمه جوزيف. سيف؟ جوزيف. 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 تمام. لا، هي حاجة تخص ابنه. حاجة تخص ابنه. حاجة تخص ابنه. حاجة تخص ابنه ما تخصش. طب ايه يا دكتور؟ خير يعني ولا ايه يا دكتور؟ طيب. لا بصي، هو لما يجي الميت يدي يعلم حد، معنى كده ان ابنه محتاج تقويم في امر ما. الرسالة دي جاية له، جاية لابنه، مش يعني مش للزوج. تحذير. هو عامل ايه مع مراته؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا دكتور. كويس معاها ابنك؟ انا بتكلم على ابنك. كويس معاها ابنك؟ الحمد لله. كويس الحمد لله. ربنا يهدي له الحال يا رب. وشغله كويس؟ لا. يبقى هي حاجه تخص شغله. تمام، لان في حاجه كده عنده هي فيها عجز شويه، بس هو عايز يبقى حكيم شويه في تصرفاته. حاضر يا دكتور. ربنا يخليكي. ربنا يصلح حالهم يا رب. شكرا لك يا ست الكل. تسلم تسلم. طيب مين معايا تاني؟ قمر. قمر اتفضلي. ازي حضرتك؟ الو الو. الحمد لله. اتفضلي. ازيك يا دكتور مريكا؟ اهلا يا قمر، الله يسلمك يا قمر. انا كان ليا ثلاث احلام، حلمين لامي وحلم ليا. قاعده ثلاث احلام. ما كل ثلاث احلام. طب حاولي تقوليهم بسرعه بس. حاضر. اتفضلي. حد بتاع امي كانت حلمت بحمايه
ومحامي كان جاي بيخلص اجراءات طلاقي. استني اول كلمتين ما سمعتهمش، قولي من اول تاني. انا كان في قعده الناس كانوا على انفصال ليا انا وزوجي يعني. فالمفروض ماما حلمت بعدها انه حمايه جاي هو والمحامي ده رايحين لجدها لجدي اللي هو عمها اللي كان سبب في جوازي اصلا. فهو قالوا ان هو ماما سالت عليه قالوا ان هو نايم وما رضيوش يخلوها تقابله. وبعدين على السلم بيعملين يرموا ميه بجير، ميه بجير بجير هي مش عارفه تطلع، فشبشبها وقع في الميه وجري مع الميه ونزل تحت يعني على السلم. مين اللي بيرمي الميه دي؟ حمايه والمحامي، بس المحامي متداري في حمايه يعني مش باين. ميه بجير صح؟ بجير بالظبط. طب كملي. ونزلت الميه خدت شبشب بتاعها ونزل. المهم هي نزلت لقيت البيت اللي هما فيه ده هيقع مسنود كله بحيطان او بكياس طويله ميه سندين ملصمينه كده عشان ما يقعش. ونزلت من البيت وخرجت قالت لي انزلي هاتي الشبشب وتعالي ورايا. فانا لقيت الشبشب بتاعها بس مش نفس الوش، الوش بتاعه متغير، الوش زي ما تكون الميه دودته. الشبشب احسن ولا لا؟ الفرش اللي هو الجديد ورده بيضة. انت قيمي، كان لما انت رحتي تجيبيه كان احسن من لما مامتك كانت سايباه؟ لا، هو ماما اللي كانت شايفه الحلم مش انا، بس هو كان احسن، هي بتقولي شكله احلى. اكيد. كملي. وانا لقيت مع الشبشب اللي ماما اللي انا لقيته لماما ده، هي بتقولي كان في معاه شبشب صغير نفس الشكل بالظبط. تمام. بس ما خدتش الشبشب الصغير، اخدت بس بتاعها ومشيت. تمام. هنا تحت بتقول لقيت حماتي واقفه وشها بيسود ومطفي جامد واقفه مغطيه راسها في الارض، وفي عربيه كبيره في ناس ميتين بينقلوا فيها الناس دي. تمام. ده الحلم الاولاني. قولي لي يا قمر، حماكي كان كويس؟ هو اول جوازي كان كويس، بس بعدها ما فيش حاجه بسيطه قوي، انا حملت وحصلت مشاكل وكده. بس اصل الجير ده رمز حلو قوي، علشان كده كنت متاكده ان الشبشب بتاع ماما بقى احسن. ما هو انا الدنيا لما كانوا خلاص اتفقوا على الطلاق، هو حمايه لما هو كان جاي على طلاق هو اللي اتصل وقال انه خلاص احنا ما ينفعش ومش هنكمل. بعدين لما جه واتفقوا على كل حاجه وخلاص ماشيين، فشافوا بنتي، انا عندي بنت اسمها حبيبه. عارفه، عشان الشبشب الصغير ده اول بطفل. كملي. تمام. فهي البنت لما شافوها ما فيش فاهمه بقى قلبهم محملها اوراق او كده، رغم ان كانوا بيدعوا عليها يعني حماتها كان بيدعي عليها. طيب قولي لي يا قمر، في حد بيمشي في الصلح دلوقتي ولا لسه الخطوه دي ما جاتش؟ هو كان بقى اللي بقول لحضرتك بعد ما شافها قالوا طب لو ينفع نرجع. بالظبط. طبعا الكلام خلص على كده، بس مفيش حاجه تمت من شهر. لا، هيحصل ان شاء الله رب العالمين، علشان مامتك ما خدتش الشبشب الصغير اللي هي الطفله اللي هي بنتك. وبعدين الميه اللي اترمت بجير دي حماكي هيكون اساس في الصلح. حماتك بقى بمنظر البيت اللي بينهدم وكده وسواد وشها، ربنا يسامحها ويهديها يا رب. يعني هتمر بكرب مش سهل، واتمنى من الله ربنا يرزقها بالهدايه. لما يكون حد ظلمك في حياتك ادعي لها بالهدايه، ادعي لها هي بالذات بالهدايه. سامعاني؟ متهيألي مش هتقدر تدعي بالهدايه. لا صدقوني والله يا جماعه، اما حد يأذيكم في حاجه ان دعيت له بالهدايه فعلا ربنا بيهديه وبيتصلح حاله ويبقى كويس جدا جدا معاكي. فحاولي على قد ما تقدري يا قمر ادعي لها بالهدايه، حماتك تحديدا. ربنا يا رب يصلح حالك، والله اعلم. طيب. انا شايفه رجوع في الرؤيه. معايا لمياء. لمياء الو. الو. لمياء اتفضلي. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا عمري ما اتصلت بحضرتك، اول مره اتصل. نورتيني يا لمياء، اتفضلي. المهم انا ليا كذا حلم عند حضرتك يا دكتوره. السنه اللي عدت يعني كنت هتجوز كده، وموضوع جواز الفشكل، فحلمت من الشخص اللي كنت هتجوزه وبعت له رساله على التليفون جميله جدا. دي اول حلم. الحلم الثاني حلمت ان في واحده اسمها اماني من جد بيتنا، وخدتها وطلعنا فوق السطح على سلم خشب. تمام. المهم فقلت لها انا هديكي جلابيه من عندي شكلها حلو،
فقلت لي ماشي. فطلعت هي وانا ايه المهم علقت جردل بحد كده على السطح بحيث احس ان حد يقدر يرفعه اوكي، وانا حاولت اطلع ما قدرتش ورحت ايه لقيت نفسي هقع من على السلم. حاولت مع نفسي لحد ما مسكت في يعني حاولت انزل من مسافه قريبه بحيث ان انا ما اقعش في كتفي. ماشي معايا دكتوره؟ انت ايوه معاكي كمان. انت طالعه على السلم او بعدين علقت يعني جردل في ميه علقته وانا بدل ما اطلع فوق رحت وقعدت رحت ايه لقيت نفسي يعني ايه عايزه يعني عايزه اقع يعني عايزه انزل يعني فهماني انزل اطلعها وانزل فهماني دكتوره. المهم رحت لقيت نفسي السلم هش هي عربيه حاولت امسك في حاجه يعني خفيفه كده يعني حاولت انزل ارمي روحي للارض بحيث مسافه قريبه على اساس ان انا ما اقعش كتير. المنام ده بقاله قد ايه؟ كان يومين. المهم دكتورة المهم نزلت ما كسرتش ولا حاجة لقيت أماني نزل فقلت لها مش هتدفي في الجردلة دي ليه؟ كنت مستنيه يدفي في الجردلة بتاعتي. لا ثواني عيدي مش سامعين. علي صوتك. وعلي صوتك شوية. بقول لها لأماني أنت لابسة الجلابية دي ليه؟ دعاء أختي معايا فبقول لها دعاء أنت لبستها ليه الجلابية دي؟ ما أنا كنت هديها للجلابية بتاعتي شكلها حلو. قالت لي هي كانت بتغبس فوق السطح فعشان كده لبستها الجلابية دي لأنها كانت بتغبس بيها. سمعيني دكتورة؟ طب الجلابية الجلابية كويسة ولا كانت مش نظيفة ولا؟ لا كانت نظيفة بس هي جلابية يعني بيشتغل بيها في البيت يعني فاهمين انت جلابية نظيفة في البيت. وصلت لقيت أمامي قاعدة ورافعة رجليها لفوق لقيتها لابسة بنطلون أبيض تمام شكل حلو جدا تمام. وبص بعدين بصيت لقيت أمامي ماسكة بنت طفلة صغيرة هي فعلا حقيقي في الحقيقة معاها بنوتة البنوتة دي شقراء يعني ايه زي الأجنب كده ولقيت دعاء اللي هي اختي شايله ولد فبقول لها فهي لقيت الواد بيعيط فبتقولي انت بتعيط ليه؟ ما البنت اجمل منك انت بتعيط على ايه؟ راح الواد بيجري على يعني هما الاثنين اطفال بيجري على السيراميك راح وقع في الارض قالت لي ما تشديه قلت لها لا تشيله يعني طنشت تعمل كده مش واخده بالي راحت امي شالته. مامتك شالت الولد؟ لا اخت امه اللي هي اختي شالت ابنها. طب والبنت البنت كانت موجوده عادي. طب الولد سكت ولا لا؟ كان شايلها امها كان شايلها امها. يا ثواني ماشي الدكتور بتسالك بس اسمعيها الولد سكت ولا لا؟ الولد سكت ولا ما سكتش؟ فاكره والله يا دكتور عشان مش فاكره مش فاكره هو شكله ما سكتش على فكره. طب كمل طيب كمل. حلمت ان حد جايب لنا عارفه الكايزر فين واللي بتاع ده في مكتب فين جايب لنا شويه في كرتونه وفي الاخر ففرحت بيهم قوي وقلت حاجه انا اكلها ومش عارف ايه كده بس في ايد حد جايب لنا كني شويه كايزر في طبق كبير. فانا اخدت قعدت مش فاكره اكلت منه ولا لا فقلت اشيله عشان حد من اخواتي يدخل ياكل. طيب الرموز دي تكفيك يا دكتور؟ اولا هي موضوع الرساله من الموبايل لا ده عقل باطن. الرسالة اللي هي شافتها ورسالة كمان دايما يا دكتور غالبا رسائل الموبايل لا مش غالبا لا 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 اوقات بيبقى لها تأويل. هنا موضوع اماني بقى المنام ده اولا كان خلاص انا كنت شايفة ان كانت فعلا مشكلة هتزول لكن انت جيتي في مكان كده وما عرفتيش تعصرتي على بال ما تطلعي وبعدين كمان رمز الولد اللي بكى في المنام ده حزنك انت الشديد جدا. البنت اللي هي بنت اماني خدي بالك انت عندك اماني ودعاء يعني امنيه وبتدعي بيها كتير جدا 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 دي الرموز اللي في الرؤيه بس انا شايفه ان الموضوع لسه شويه انك انت التفت انتباهك للبنطلون الابيض بتاع اماني اعرفي ان انت مكتوب لك خير عظيم جدا جدا مع واحد كويس جدا بس الابيض ده لسه فيه زوال مشاكل لما تزول تماما ان شاء الله رب العالمين ربنا هيصلح حالك بارتباط والله اعلى واعلم. انا مش واضح لي مين هو الشخص اللي انت هترتبطي بيه بس انا شايفه ان في ارتباط ليكي لدلاله البنطلون اللي ظهر لك لفت انتباهك ان انت شفتيه تحت لبس اماني. ربنا يا رب يصلح حالك ويحقق لك اللي تتمني يا رب والله يا اعلم. معايا سهام. سهام الو سهام سهام الو اي سهام اتفضلي انت معانا على الهوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول ما نمت شفته إن واحدة بتقول لي ما تكتبيش كتاب بنتك في السماء. ما إيه؟ ما تكتبيش كتاب بنتك في السماء دي. واحدة بتقول لك ما تكتبيش كتاب بنتك السنة دي وبعدين؟
ما تكتبيش كتاب دي في السنة دي. ده هاتف كده هاتف كده يا مدام سهام. ده كل اللي انا شفته في المنام. طيب ثاني يوم لقيت واحدة صاحبتي بتقول لي هي شافت في المنام ان اسم اسيمة بتاعت بنتي اسيمة جوازها مكتوب مكتوب اسمها وتاريخ الجواز. مكتوب في الاسيمة اسمها وتاريخ الجواز. دول منامين كانوا ورا بعض وانا ما نامش صاحبتي واحدة صاحبتي. في بقى منام انا شفته ان انا وبنتي دي اللي هي مش متجوزة رايحين مكان بيوزع فيه مكاتب. بس احنا مالناش فيهم ده احنا رايحين نتفرج. في ايه؟ وبعدين بيوزعوا مساكن. بيوزعوا ايه؟ لا ما سمعت. بيوزعوا مساكن مساكن اسكان يعني شقق. شقق مساكن مساكن ايوه. طيب بيوزعوا بس احنا مالناش فيهم ده احنا رايحين بنتفرج. مالكوش كده. وبعدين واحده صاحبتي هي مسيحيه قالت لي انا مش لاقيه المكان السكن بتاعي. فانا بصيت في الورق اللي معاها لقيت الورق اللي معاها مختوم عليه مرسوم عليه جامع وكنيسه. جامع وكنيسه. ما هو محددين لك الشقه دي قدام الجامع والكنيسه. وبعدين ببص البنت اللي كانت معايا بدور عليها مش لاقيها فقعدت اعيط واقول بنتي ضاعت مني بنتي ضاعت مني وضحكت من المنام. طيب حاجه تاني؟ المنام الثاني شافته اختها. عايزه استفسر منك حاجه. الست المسيحيه هي اللي كانت خليكي معايا. هي اللي كانت معاها مرسوم معاها الجامع والكنيسه؟ لا دي صاحبتي وصاحبتي دي مسيحيه. ايوه هي دي اللي كان معاها الرسمه دي. هي دي كان معاها الورق. طب تمام كملي. المنام اللي شافته لها اختها بقى الاصغر منها واختها الاصغر منها دي متجوزه. ايه؟ لا عادي الحته الاخيره بقى قولي كده من الاول. اختها منام اختها شافته لها حلم اختها شافته لها. الاختها اللي شافته لها دي متجوزه واصغر منها يعني سنه. شافته ان هي يعني يوم خطوبتها ورايحه ايه عند الكوافير فراحت اختها اللي متجوزه دي راحت تشوف اختها عند الكوافير فبتقول لك لقيتها قاعده على كنبه ومغطيينها زي ما تكون بفستان اللي هي لابساه فستان احمر. وبعدين هي عايزه تشوف اختها بقى يعني فراحت شالت الفستان ده لقيت ان هي لابسه بدله لونها بتقول هي قريب من الموز الفاتح. وبعدين فبتقول لقيت يعني متوازع عشان فرحتها قالت لها تقلي الروش شويه قالت لها لا هو كده كويس. وبس. هي إيه بنتك عمرها قد ايه؟ يعني 35. طيب بصي يا مدام سهام، اولا الجزء الهاتف اللي جالك ما تكتبيش كتاب بنتك السنه دي، لا انا عايزاكي تسالها في رقيه شرعيه وان شاء الله ربنا ييسر لها حالها. مش اي هاتف يا جماعه يجينا ان احنا نسمع بيه، لان الرقيه اللي جاء لان خدي بالك الرقيه بتاعت صاحبتك القسيمه وتاريخ الزواج، يعني ان شاء الله رب العالمين انا شايفه ان مكتوب لها باذن الله باذن الله تعالى ارتباط هذا العين بامر الله تعالى والله اعلى واعلم. موضوع بقى المساكن والسيدة المسيحية اللي هي صاحبتك وكان معاها المسجد والكنيسة، فهي دي كانت فيها عكسات ليها، يعني بمعنى أصح أمورها ما كانتش بتكتمل خالص، لأن ما يجتمع المسجد والكنيسة فأمر عكس بعض، فكده إن الأمور ما كانتش بتكتمل ليها، دي رمز ليها هي قوي. لكن لما تكون مع مسيحية يبقى ربنا إن شاء الله رب العالمين هينصرها وهيكبر بخاطرها بأمر الله تعالى. انك انت قلتي بنتك ضاعت منك ده رمز كويس على فكره، عشان في ناس بتخاف من البنت اللي بتضيع والحاجات دي كلها، فدي انا شايفاها بنتك هتتزوج بس هتبقى بعيده عنك والله اعلى واعلم. الرؤيه دي طيبه جدا جدا وبشاره كبيره قوي قوي ليها. الرؤيه الاخيره بنتك لابسه فستان احمر واختها اللي شافت الرؤيه دي الشوز الموف، طالما ان هي لابسه شوز ولونه موف فده من الالوان اللي بتدل على الفرحه للبنت والارتباط. برضو الفستان الاحمر انا شايفاه برضو ده طباع زوج ربنا هيكرمها بيه، وبنتك كمان الاثنين يعتبر طباعهم زي بعض بالظبط، بس هتكون فرحانه معاه جدا جدا بامر الله تعالى والله اعلى واعلم. فالرؤى انا شايفاها مبشره عكس توقعاتك اللي انت شايفاها في الواقع. ربنا يا رب يسعدها وييسر لها امرها عاجلا غير اجلا والله اعلى واعلم. طيب معايا مين تاني؟ ام احمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. وعليكم السلام. ام احمد الو. طب حاولي تكلمينا تاني. اخو دينا. دينا الو. دينا الو. الو يا دينا اتفضلي.
السلام عليكم، اكلم الدكتوره مليكه. دكتور مليكه معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا دينا، الله يسلم عمرك. دكتور انا كانت في واحده قريبتي كلمتك من حوالي شهرين، وكانت قالت لك على حلمي ان انا كنت مصليه استخاره بيني وبين جوزي، والارض لما انشقت ما بيني وما بينه وطلعت نور. الحلم اللي انت حضرتك فسرتيه هو فعلا اتفسر في الحقيقه، ان انا مش عارفه اثبت حقي مع الناس ديت وفي مشاكل كتير، فبرضه الناس ضغطت عليا وقالوا ان انا اصلي صلاه استخاره. تمام. فلما صليت صلاه استخاره الكلام دوت حوالي بقاله اكتر من اسبوعين. اول يوم حلمت. انت العلاقه مع جوزك ايه دلوقتي؟ مفيش. لسه في مشاكل؟ واصلين للانفصال. ايه؟ واصلين للانفصال. تمام. انا مش عارفه ايه هو الحلم زي ما حضرتك فسرتيه هو اتحقق في الحقيقه بالظبط. طب انت فاكراه ولا ناسيه انت كمان؟ طب ايه الحلم بس عشان الدكتور ده؟ الحلم ان انا كان معايا ازازتين كريم اساس. وكنت عايزه ان انا اروح اغيرهم. رايحه مع اختي، فجوزي كان معايا. فبقول له استنى انا هروح ابدل الكريم وهرجع لك تاني. فبص لي ان هو متضايق ومش عايزني ان انا اروح. ضغطت على رجليه، من رجليه الارض كانت باركيه، ضغطت عليها عشان ان هو يقف يستناني. فالارض انشقت ما بيني وما بينه وطلع منها نور. بعدين انا رحت من المكان وهو راح من المكان. ايوه. ايه اللي حصل في الواقع بقى؟ ايه اللي اتحقق؟ اللي اتحقق ان هو ادى كام ميعاد عشان يجي في صلح وبيخلف مع الناس، وحصلت مشاكل كتير، وان هو اهله زي ما انت قلتي منافقين جدا، والناس اللي حواليه مش كويسين، هو بيسمع لهم وهو ما عملش اي حاجه يثبت ان هو عايز يصلح. عايز ايه؟ عارفه ما عملش اي حاجه يثبت ان هو عايز يصلح. فالناس عارفه ده اللي دخلت كلها، ومع ذلك برضو ضغطوا عليا. فانا صليت صلاه استخاره. كمل. اول صلاه ان انا واختي واقفين في البلكونه عندنا في البيت، ففي ايدي علبه منكير، بس العلبه دي ناشفه، فانا جايه عشان ادهن منها صابع، فدهنت صابع واحد. بعد ما بصيت عليه لقيته بايظ وشكل وحش. لقيتيه ايه؟ بعد ما دهنت صابعي دهنت صابع واحد بس من العلبه لانها كانت ناشفه. تمام. فمامتي ندهت عليا، انا بعد ما دهنت الصابع لقيته شكل وحش ومخرز. فدخلت عشان اشوفها عايزه ايه، لقيت باب الشقه بيخبط. ففتحت الباب لقيت واحده جارتنا كانت ساكنه عندنا في البيت قبل كده، انا داخله على طول على الحمام اول ما فتحت لها. انا داخله بسرعه عشان اغسل ايديا، فلمحت باب الحمام متوارب، فقلت هي مشيت ولا ايه. ببص لمحت ان هي قاعده وجنبها عريان. جنبها ايه؟ عريان. فخرجت فلقيت ايه، قلت بقول بيني وبين نفسي طب ما انا احط اسيتون على المنكير عشان يرجع يدوب تاني. وجعت قلت بعد كده ايه، طب ما انا احط اسيتون، الاسيتون زي التنر كده كده الاثنين ايه هينشف برده، والمنكير هيفضل بايظ. تمام. على كده. تمام. الحلم التاني حلمت ان انا ومامتي في مصيف، وان انا رايحه على البحر، فعلى ايدي بنت اختي عندها حوالي 3 سنين، رايحين عشان نروح البحر. فلقيت عشان اوصل للبحر لقيت ايه، في حوش كده كله دش اللي هو بتاع الميه وحمامات، ولازم انزل بسلم عشان ايه اعدي على الحوش ده وممر عشان اوصل للبحر. فببص على ايدي البنت اللي على ايدي دي القصه بتاعت شعرها مبلوله، اجيبها يمين ومفعكشه شكلها مش حلو. هي ايه دي؟ اللي هي ايه دي؟ اللي هي ايه؟ بتاعت شعرها، قصه شعر بنت اختي اللي هي على ايديا. بنت اختها صغيره. هي اسمها ايه؟ اسمها ساميه. ساميه. كملي. وبعدين؟ فقعدت اجيبها يمين بايديا برضو مفعكشه وشكلها مش حلو، اجيبها برضو شمال برضو شكلها مش حلو. فقلت يا ريتني كنت جبت فرشه معايا عشان اصرحها لها. فالمهم ففجأة لقيت على راسها طوق بسنان، فبرجع شعرها لورا، قام ايه شعرها اتظبط، وصحيت على كده. شعرها ايه؟ اتظبط. قولي لي انت ما خدتيش العفش بتاعك؟ لا، هو حاليا مش عايز، بيقول انا مش هطلق واحنا هنلجأ لطرق ثانيه. هو مش فاضي خالص، ومش عايزين اصلا يدوني حاجه من حقوق. العفش بتاعك في شقه لوحده ولا حد موجود في نفس في المكان؟ شقه لوحده بس في بيت عيله. في نفس المكان. طيب انت حد فوقيكي؟ لا، ما هو اصلا البيت مبني جديد وفي منطقه سكنيه جديده، فما حدش فوقي، لا هي بس شقه حماتي اللي تحتي وانا. يعني انت اللي فوق حماتك؟
الحلم، فهو انا بعد صلاة الاستخارة ديت قلت مش مشكلة برضو لو حد هيسعى للصلح انا موافقة، بس برضو هو بوظ الامور من تاني والدنيا بايظة خالص. فانا من يومين حلمت ان انا قاعدة قدام البيت بتاعي، البيت بتاعي قدامه بحر، ان هي منطقة جديدة سكنية جديدة ومفيش حد فيها كتير يعني. تمام. فان انا لقيت نفسي ان انا قاعدة على جبل، الجبل ده قدام البحر، قاعدة فوقه وعمالة بص على البيت بتاعي. وببص ان لقيت المساحة من قدام البيت الارض بتاعها لحد البحر نازلة قوي، الارض نازلة مضغوطة قدام البيت. بس انت عارفة انت هتفسري الحلم اللي كنت هفسره لك دلوقتي. طب اللي هو بتاع بنت اختك، كمل. الارض نازلة لتحت خالص، فبعدين فانا قاعدة ببص فانا مستغربة. وبعدين لقيت هو البيت ليه مدخلين، مدخل ببوابة ومدخل التاني بسلمتين وبيطلع على براندا. سبحانك يا رب. فلقيت السلم دوت اتكسر، وان حماية واحدة من بناته جايين عمالين بيكسروا بيعملوا ايمونة ومش عارف ايه، ورجعوا تاني قفلوا البراندا. ما تخليني انا اكملك الحلم ده. طيب انا هقولك بس نهايته وحضرتك اتكلمي براحتك. لا ما طب كملي. المهم فانا ايه، فلقيته بيبني. فبعدين بقول ايه هما بيعملوا ايه ده، يعني ان جوزي حصل مشاكل كتير ان انا اقول له بلاش السلمين دول ما تبنيهم في الحقيقه، وكان يعارضني وقال انا لازم اعملها. ففجاه لقيت السيراميك بتاع شقتي خارج من اول الحيطه اللي برا من البلكونات واصل اكنه زي تند لحد اخر البحر ونازل بعمود في الارض. فبقول ايه وانا قاعده، منك لله يعني انت معاك فلوس دلوقتي ومحتار تعمل بيها ايه، وانت بخلان عليا في الحقيقه. بصي يا طيب دينا، اسمعي يا دينا، الدكتوره تقول لك ايه. سبحان الله، يعني الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزق رؤيه. ممكن الرؤيه الثانيه خلاص انت بصي بدات تفسريها اصلا، الرؤيه اللي هي فيها ساميه طبعا ما فيش فيها شقتك نهائي، وانا سالتك مين فوقيكي، لاني انا شايفه في رمز، انا شايفه ان شقتك، ما تزعليش ما تزعليش، شايفة العرش بتاعك هيبوظ بسبب مية. فانت كمان جيتي دلوقتي بتقولي الرؤية التانية البيت لتحت وفي بحر برضو. انا قاعدة يعني عمالة اقول سبحانك يا الله، يعني الرؤية عمالة تفسر نفسها التفسير اللي كان ربنا سبحانه وتعالى هينطقه على لساني. فانا شايفة ان العرش فعلا يعني انت عارفة اللي هيكسب هو فيه، ولا معلش انت عوضي يعني ربنا يعوضك خير. بس انا شايفه ان فعلا في حاجه هتحصل في البيت. انت قلتي البيت جديد، بس الرؤيه سبحانك يا الله موضحه ان في حاجه هتبوظ عندهم، وفعلا هتؤدي لخسائر كبيره جدا جدا جدا، وللاسف هتطول العفش كده. انت اكدتي لي الرؤيه الثانيه دي الرؤيه بتاعه ساميه البنت اللي هي الطفله الصغيره، انت بتعدليها كده بتعدليها كده، فانا شايفاها دي حاجه تخص شقتك. المنوكير بقى، الرؤيه اللي فيها المنوكير، انت معايا يا دينا؟ انت معانا؟ معاكي. الرؤيه اللي فيها المنوكير، المنوكير لما نغطي بيه ده اظافر يا جماعه، الاظافر رمز القوه، اما تغطي بيه يبقى خلاص يبقى انت يعني شخصيه ضعيفه شويه. لكن ده هنا نشف وبعدين جات لك واحده جارتك وانكشفت من جنبها، انت هتبقي فعلا فعلا هتبقي انت عارفه اللي هيبقى صوتك عالي، اللي هتبقي صاحبه حق وهتقدري تتكلمي وهتاخدي حقك ازاي. هيجي لك حاجه من ناحيتهم هتنكشف قدامك بالضرر اللي هم هيقعوا فيه، هتحاولي انك انت يعني ربنا هيدب في قلبك كده انك انت يعني ايه كفايه اللي حصل لهم، لانك انت بداتي عايزه تحطي اسيتون على المنوكير والحاجات دي كلها. فمعنى كده ان شايفاك ان انت هتهدي زي ما نقول كده ايه، لما واحده بتكون متضرره من حد ظلمها، بس انت علشان حد من جواكي طيبه قوي بتسامحي، فهتبداي ترجعي تسامحي تاني. فانا شايفه ان ربنا كريم قوي قوي وهينصرك قوي 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 فوق ما تتخيلي، بس ما تزعليش من رمز التاني اللي انا قلت لك عليه خص العفش او الشقه. بس هو ربنا يعني بيوريكي شويه احداث كده ممكن تحصل عندهم. والله اعلى والله اعلى. الله اعلم. معايا ام احمد. ام احمد الو. وعليكم. عليكم السلام. اتفضلي. السلام. ازيك يا دكتوره مليكة؟ الله يسلم عمرك يا رب. الله ينور وشك بالسعاده والخير والهنا يا رب. يا حبيبتي احنا وانت يا ست الكل. يا رب. والله يا دكتوره انا كده يعني شفت رأيت يعني كام رؤيه كده اقول لحضرتك عليها. انا من فتره كده يعني من 20 يوم كده او اكتر شفت كده، يعني انا عارفه اوضه النوم عندي قال انا على السرير كده نايمه، هو في دولاب صغير كده قدامي، قال لا يا ليف صغير يعني ليف يعني رفيع كده، هو مش رفيع قوي يعني ليف يعني ليف محطوط كده بس باين نصه. تمام.
وليفه كبيره من في الحيطه كده هو يعني ليفه كده كبيره وحلوه. انا بصيت كده وقلت بصيت للليفه يعني كده هو والليف كله واقف بس انا ايه يعني لفتت نظري الليفه الكبيره اللي ورا الطويله ده هي تمام. المهم ده ايه يعني قمت قلت الليفه يا ربي. المهم بعدها كده من الاسبوع اللي فات حضرتك انا جوزي متوفي رحمه الله عليه. الله يسعد قلبك يا رب كده هو هم كانوا جيراننا قدامنا يعني بس لقيت حماتي في البيت بتاع بابا القديم يعني في الشقه اللي تحت مننا هي كانت في الدور الثالث واحنا قال هي ساكنه في الدور الثالث ومنوره النور بس النور ايه بتاع الاوضه باين في البلكونه يعني وقال في ليفه محطوطه في البلكونه احنا انا وجوزي بقى الصين فوق في اخر دور قال يعني قال هو جاب زي سلكه كده هون وايه راح واخد الليفه ايه من البلكونه عند حماتي فهي قالت لا نزلوا لي الليفه انا عايزه الليفه. المهم ايه يعني خدت الليفه بتاعتها اللي كانت في البلكونه. طب الحمد لله تمام. طيب ده حلم يعني حلم تاني اتفضلي. لا وبعدين بقيته يعني قال انا وانا في البلكونه يعني وهو بيجيب السلكه كده هون بصيت لقيت قال في اللهم صل على النبي سمعت صوت كده سمعت في ايه سمعت صوت واحد بيقول لي واحد اتنين تمام بعدين ركز على اتنين يعني الاتنين ده كان زميل معايا في الشغل زمان يعني اسمه عبد الهادي. تمام. هي حماتك قاعده مع مين؟ لا حماتي متوفيه. متوفيه؟ اه. مين اللي موجود في شقتها دلوقتي؟ لا هم سابوها باعوها يعني سابوها لصاحب البيت يعني. انت ما معكيش بنات؟ لا انا معايا احمد. احمد بس؟ اه. طيب تمام كملي. انا كنت طب عايزه اسالك في حاجه. انت ليكي اخت زوج صح؟ ولا مالكيش؟ ليا اخت زوج اخت جوز يعني؟ ليا اتنين. ظروفها ايه؟ يعني هي يعني مشاكل مع جوزها يعني في واحده كويسه جدا وفي واحده مشاكل مع جوزها يعني. اللي هي في مشاكل مع زوجها دي واصله الفراق ولا ايه؟ واصله ايه؟ واصله المشاكل كبيره يعني ولا هي حياتها كده؟ انفصال قصدها يا دكتور؟ لا مش عارفه يعني هي دايما تقول لي انا معاه مشاكل انا يعني كده هون يعني. وصحتها كويسه؟ تعبانه شويه يعني كده رجليها وكده. طب خلاص تمام كملي. المهم فحضرتك بصيت لقيت ايه لما سمعت الصوت بيقول واحد اتنين وبعدين قال لا اكد على اتنين يعني وبعدين لقيت زميل كان معايا زمان يعني في الشغل وبعدين هو كان جايب لي واحد زمان قال هو طلب يتجوزني يعني ده في الحلم وبعدين ايه بس هو كان متجوز يعني. المهم بصيت لقيت طالعه على سلالم انا طالعه على سلالم عارفه حضرتك العماير بتاعه زمان دي اللي فيها سلالم خارجه حديد من بره دي قال انا طالعه على سلالم كده رفيعه وبعدين قال ما عرفتش ايه يعني ضيقه فما عرفتش يعني اطلع منها فهو قال لي لا طب تعالي من الحته دي عدي من الحته دي رحت من الحته دي يعني بس يعني بس مش عارفه بقى هو عبد الهادي ولا مش عارفه يعني. ده حلم حضرتك. انت في حد اصلا عايز يرتبط بيكي الفتره دي؟ لا. او حد لمحلك؟ مفيش. لا 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 انا كبيره انا عندي سنة. كبيره؟ انا طيب مين عبد الهادي؟ انت بتقولي واحد معاكي في الشغل وكنت ده كان زمان بتقول ده هي ممكن مرمز الاسم بس. طيب كملي. طيب كملي وبعدين. يعني هو مش معاكي حاليا؟ لا 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 لا. طب خلاص تمام. هو طلع معاكي من زمان وانا طلعت مع لا من لا بس مش عارفه ايه اللي خلاه يجي في الحلم يعني وطلعت. تمام تمام. ده حلم حضرتك. حضرتك انا شفت بردك من اللهم صل على النبي من 10 ايام كده هون عارفه حضرتك مش محل يعني عارفه المكان كده فيه جواكت متطبقه جواكت شتوي ناحيه الشمال كده هون قال انا ايه في النص كده لقيت جاكيت يعني جاكيت حلو كده هون وكبير فانا قلت يا الله لما اخد الجاكيت ده هون. المهم انا اخدت الجاكيت ومشيت بس مش عارفه يعني مستعمل مش مستعمل الجواكت اللي كانت على اليمين دي كانت شكلها مستعمل. تمام. المهم فانا ايه خدته عجبني وخدته كان متعلق كده هو المهم خدته يعني كان عليه زهرة لوتس ذهب صغننة قوي عليه ايه؟ زهرة لوتس زهرة اللوتس ذهب بس صغيرة قوي. تمام. المهم وانا بمسكها كده ايه راحت وقع من الجاكيت فمشيت ادور عليها المهم ايه حد خد مني الجاكيت مش عارفة مين انا مش عارفة مين اللي خد الجاكيت. وابنك قد ايه؟ ابني عنده 29 سنة. لا مش مرتبط لسه؟ لا
عنده 28 يا رب. ربنا يحميه. تمام. ربي يسعدك. طمنيني عليه يا دكتورة والنبي. الله يسعد قلبك. المهم فضلت ادور على البتاع الذهب. المهم ايه ما لقيتهاش. حد خد مني ايه الجاكيت. المهم رحت لبتاع الجواكت بصيت لقيت الجاكيت مقلوب على ظهره ومتطبق ومحطوط ايه ناحية الشمال. رحت واخد الجاكيت وهو متطبق على ظهره بس فرحت ان انا خدته يعني. وبعدين حد قال لي خدي التليفون ده هو واتصلي على الرقم ده هو. مش عارفة مين يعني حد مش عارفة. قال لي ايه اتصلي على 4-8. سمعت بس 4-8. ورجعت البيت. روحت البيت بقى لقيت في البيت عندي ثلاث صبيان كده يعني واحد كده ولد كبير شوية واثنين صغيرين ولدين واقفين في الصالة كده هو. شكلهم ايه؟ ولدين مش عارفة. طب كمل. طب كمل. ثلاث ولاد كده هو واحد كده كبير مثلا بتاع 8 سنين والتانيين اصغر. ماشي تمام. واقفين في الصالة بس انا فتحت كده بصيت لقيتهم مش عارفة بس. طيب حضرتك تعرفي حاجة عن ابنك في خصوص الارتباطات بتاعته او لا؟ مش انا قلت لحضرتك ان انا كنت كلمت حضرتك وقلت لحضرتك لما لقيته بيقع من الطواف ولقيته قبل كده هو اللي حلمت لما عملت له استخارة كان عايز واحدة وانا يعني كنت رافضة مش عارفة يعني. واحدة كانت مرتبطة قبل كده؟ لا ما كانت كان هو عايزها يعني كان بعد كده سابته وارتبط بواحد تاني صح؟ اتجوزت. فاكرة الحلم ده؟ انا مش فاكرة بس هقول لك على حاجة. إيه كذا رمز ظهر لي في الرؤية دي ارتباط من واحدة مرتبطة قبل كده سبق لها ارتباط للأسف. فأنا بصي هحاولي أنت تحاجي على ابنك قوي وما تشديش معه وما تتعنيفيش معه لأن انقلاب الجاكيت ده انقلاب الجاكيت خدي بالك أن دوت برضو هو ابنك عامة. زهرة اللوتس اللي وقت هي واحدة كان هو متعلق بيها قوي وفعلا بعدت عنه بس انا شايفه ان الكاره هترجع تاني وممكن الله اعلى واعلم هي نفس الست دي ولا لا. بس انا واضح لي ان في واحده هتظهر له سبق لها زواج مش ارتباط خطوبه زواج قبل كده. بس عامه ابنك كده كده هيرجع لك بس طبعا انت عارفه بقى الظروف اللي ممكن تحصل في النطاق ده ممكن تكون يعني تعب نفسي وحاجات زي كده فربنا يا رب يهدوه لك بحق لا اله الا الله. حاولي انك انت توفي ثلاث اولاد طبعا الرمز الثلاث اولاد هنا أفريق. طبعا لا رمز مش حلو عامه بس انا عايزاكي الرؤى ما تجينا يا جماعه تنبيهيه ده الفايده من تفسير الرؤى والاحلام اما تجينا رؤيه تنبيه او انذار ان احنا ناخد بالنا ان انت تحاجي على ابنك زي ما حصل كتير جدا في رؤى كتيره وجينا حذرنا ناس وربنا كرمهم فعلا وبعدوا عن الحاجه اللي كانوا داخلين فيها وربنا وفقهم في حاجه ثانيه. فانا عايزاكي تاخدي بالك من الرموز دي كويس قوي لو انت تقدري انك انت تشوفي عروسه حلوه كده بس ابنك يقتنع بيها بعد استخاره ومن الكلام دوت الحقي بالموضوع ده. فخلاص يبقى احنا كده خدنا الرؤيه الانذار التحذير اللي جاينا من عند ربنا اللي ممكن يحصل فيها ايه ما نقولش بقى انها اتجوزت خلاص هينساها وكده لا الموضوع انا شايفاه انها هيرجع تاني لا قدر الله ربنا ما يؤمر والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ استني في طب ثواني موضوع الليفه اللي هي شافتها. الليفه دي معناها دنيا وحياه. الليفه بتكون للواحده الحامل بنت اما ليك انت فدي حياتك ان شاء الله رب العالمين وباذن الله باذن الله في راحه وعد الهادي اللي ظهر لك في المنام في فتره استقرار وهدوء هتحصل معاكي الفتره دي والله اعلى واعلم. موضوع حماتك اللي انا سالت على بنتها هو ده ضرر هيقع على الزوج لان اخوها كان عايز ياخد الليفه فالحمد لله ان ما خدهاش دي كانت اخته فكان في سلك وحاجات زي كده فربنا يهدي حالها يا رب وحال زوجها والله اعلم واعلم. شايفه ان زوجها بس هيمر بمشكله كده وربنا يعديها على خير ان شاء الله والله اعلم والله اعلم. مين معايا تاني؟ معايا مريم. مريم ازيك؟ الو مريم. مريم اخد ام احمد. مريم استنتنا كتير حاولي تكلمينا تاني. ام احمد الو الو, ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك يا ام احمد. والله ليا سنه عايزه اكلم. ايه ليها سنه عايزه اتكلم؟ طيب معلش معلش نورتيني. عموما اول حلم انا لسه حلمه امبارح بالليل. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا حلمت الليله دي ان انا واقفه في مكان في اوضه. الاوضه دي يعني ما هي مقبره جبانه. بس ف المهم جريتي الفاتحه الموجه قعدت قريت الفاتحه وقعدت اقرا قول الله واحد
انت كنت في المطبخ، اوضة عبارة عن مطبخ وبتقري الفاتحة؟ لا، اوضة عبارة عن مقبرة جبانة. مقبرة؟ تمام. وبعدين فجرت الفاتحة، جيت الارض تحتي بتتفتح وتروح للحيطة وترد تاني، تروح للحيطة النقطة دي وترد تاني. تمام. جيت اقرا جرت كل الله احد، اعوذ برب الفلق، جرت كل اعوذ برب الناس، وبقرا بصوت عالي والارض تحتي شغاله كده. وانا بقرا بعد كده بصيت لقيت فتحه مربعه صغيره، دي اللي بينزل منها يعني الميت كده. فكان جوزي معايا. فانا واقفه فببص تحت من الفتحه دي، لقيت ارض فوق الارض. تمام. فالارض اللي فوق دي هي ايه بتنزل يعني. هي اللي بتتحرك. فانا وقفت كده بقول طب هي الارض دي هي اللي بتنزل على صدر الميت. يعني هي هو العذاب ده. طب اذا كان رايد لي عذاب كده هشوفه لابد منه. بس صحيت، بقيت اقول عايزه اصلي الفجر، انا عايزه اقوم اصلي الفجر ثاني مره. طيب حضرتك عامله ايه صحيا يا ست ام احمد؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عايزاك تستعيذي من المنام ده. يعني استعيذي منه. يعني رموزه مش حلوه قوي وان شاء الله مش هستعيذي منه، فمش ضروري نقولها. مش حاجه. ايه حضرتك ليكي منام تاني؟ اصل انا مخضوضه، يعني مخضوضه مخضوضه. ليه؟ منه. لا بصي هقول لك على حاجه، انا دايما اقول لكم يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالاستعاذه، تمام؟ واللي بيستعيذ من حاجه بيخرج صدقه ويصلي ركعتين الرؤيه بترفع تماما وشر ما فيها بيترفع تماما. بتتبدل يعني. فطالما ان في سوره الفاتحه والاخلاص وسوره الناس، هو بس يعني ايه شويه حسد كده ممكن يؤذوا الانسان، بس انا ايه نستعيذ منها الافضل. وبعدين عليك التحصين نفسك بالايات اللي انت ذكرتيها في الرؤيه. خلاص كده ام احمد؟ بعمل كده، انا على طول بعمل كده. استمر عليهم يا ست الكل، استمر عليهم. ماشي كمان. اتفضل. انا معايا ابني خريج كليه تجاره، ربنا يحميه. تمام. مره شفته في المنام ان هو تعبان. فبقول له انت تعبان ليه التعب ده كله؟ فقال لي تعبان يعني لدرجه اني مش قادر ارد عليا. تمام. كانت معايا امي انا فمسكين وقبل بعض يعني. انا ماسكه من ايديه وهي من رجليه وشايلينه، وبقول لها تعالي شوفي محمد يا ماما. انا عايزه اشوف كماله في ايه. فبس ببص لقيت ويعني ايه عمل حمام طاقه. تمام. فبقول له كده يا محمد يعني لقيت زعلانه ووصل بيك التعب لكده، بس وصحيت يعني مش فاكره بعد كده اكتر من كده. تمام. هو حضرتك منين؟ حضرتك منين؟ من سوهاج. سوهاج. طيب احسن ناس. بصي يا ست الكل، ابنك في حاجه مخبيها عليكم، والحاجه دي العادات والتقاليد اللي عندكم رابطاه ومأيداه. فيا ريت لو في اي حاجه قولي افتح لي قلبك وشوفي الدنيا واصله معاه لفين، لانه في حاجه فعلا مخبيها بسبب العادات والتقاليد ان حضرتك ووالدتك ماسكينه بالشكل ده. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور مليكة. دكتور مليكة هقول حلم وبعد كده نرجع لتليفوناتنا. حلمت بنوتة، حلمت انها كانت عايزة تاكل يوسفي او استوفان يعني. ولقت نفسها في سوق فاكهة، بس كل الفاكهة اللي شافتها في السوق كانت مانجا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المانجا للبنت بتبقى ارتباط ليها طالما ان هي لقيتها كده، بس هي طبعا رغبه في حد تاني خالص، لكن ربنا هيكرمها بالاحسن والله اعلم. حلم صغير واخد تليفوناتنا. اختي متوفيه وجارتي حلمت ان اختي بتقول لها عايزه تاخد عودين بخور. واحد بس ما كملتش يعني.
لا طبعا تستعيذ منها. خزان الميت طبعا لا يحمد، والبخور من الرموز الجميله جدا جدا في الرؤى، بتبقى اخبارها تهل على الرأي، بتبقى حاجات كويسه ان في حياه الرأي، ممكن يكون ذريه، ممكن يكون اي حاجه كويسه، فلما الميت يطلبها تخرج صدقه وتستعيذ منها. يعني يا دكتور ممكن نقول تفسير البخور عامه في الاحلام كويس جدا، البخور والعطريات كلها جميله جدا في الرأى. لازم المكان تشوفيه مثلا بيتبخر فعلا، ولا مجرد ذكر الاسم وخلاص؟ مجرد ذكر الاسم بيبقى فيه خبر كويس، بس بقى انشا عوينه. اما لو شمتيه خلاص ده ما فيش، اقل من اسبوع تلاقي الرؤيه اتحققت ان شاء الله. طيب اخد تليفوناتنا. فاطمه، الو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ايه دكتوره معايا؟ دكتور مليكة معايا. فاتن. هي فاتن، مدام فاتن. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. اهلا يا مصطفى، بصحه والسلامه. بصي يا دكتور، بعد اذنك، انا حلمت ان انا عمي متوفى، بس انا رحت الاول، رحت مستشفى، زرت حد مريض بس ما اعرفش مين في الحلم. واللهم صل على سيدنا محمد. قابلت عيله صغيره حبتني خالص، وراحت جابت لي بادي من قدام المستشفى وعطيتهوني، قالت لي انا حبيتك قوي يا ابله فاتن، وخدي البادي ده ليك. تمام. بعد ما مشيت من المستشفى ما كنتش عارفه اصلا بزور مين. بعد ما مشيت من المستشفى ورحت بيت، بس مش بيتنا، لقيت عمي المتوفي ده واقف بياكل لب على جنبه، وخدت منه كلب. وقف بينادى على مرات ابنه بيقول لها اتي يا سمر، اتي ربع جنيه، بس عايز ربع جنيه حديد. قالت لا انا مش معايا اللي انا اديه. ايه هاتي ايه؟ عايز ربع جنيه بس يكون حديد. حديد. او راحت قالت له لا انا مش معايا اللي انا دي. تمام. بس انا دايما اللي انا بحلم بيه بيجي لي في الحلم، ساعات باخد منه حاجات وباكل معاه. من خالك ده؟ طب حاولي ترجعي لنا تاني. طب هبصر لك الكام رمز اللي ظهروا لي في الرؤيه. طبعا دخولي المستشفى يا جماعه بتقول بالراحه وبالسعاده، ظهرت البنت معاها في المنام، تبقى انت كده مقبله على خير باذن الله رب العالمين، وربنا هيعطيك رزق لانها ادتك البادي. سيان بقى ايه هو الرزق، ذريه بقى، مال، المهم انها حاجه فيها ستر ليكي وراحه ليكي بامر الله. الميت بياكل لب. طبعا يعني ما بتبقاش رمز طيب قوي للمتوفي ولا ليكي، بمعنى ايه؟ انك انت تاخدي بالك من الكلام كتير على العمال وعلى البطال، او يعني ما تقعديش مع ناس من النوع اللي هم بيقعدوا يتكلموا كتير في اي حاجه، بس والله اعلم. ده اللي انا شفته من المنام بتاعي. طيب معايا تاني؟ معايا طارق. طارق اتفضل. طارق. وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. وبركاته. عندي رؤية، لقيت نفسي طالع في نخلة بتاعت الكنيسة. كان في منظر جميل. أستاذ طارق مش سامعك، ممكن حضرتك تعيد بس من الأول وتعلي صوتك؟ كنت طلعت في نخلة بتاع 1000 متر. نخلة حوالي 1000 متر. وكان في منظر جميل 1000 متر. وكان في نظره جميله بين المباني واحد، فانا فوت فنزلت من النخله دي. تمام. كم؟ طيب طارق تحاول تكلمنا تاني، صوتك مش واضح خالص. اخد ام احمد. ام احمد الو. ايوه دكتوره مليكه، حضرتك انا ما سمعتش التفسير، يعني حضرتك قلتي لي على احمد خافي عليه وحاجي عليه وخلي بالك منه. بخصوص البنت اللي كان هيرتبط بيها. هي ام احمد. ايوه يا ام احمد، قلت لك خدي بالك منه وتقربي منه، ولو كان في عروسه قدامك استخيري ربنا عليها وكلمي عليها. لا مفيش، وهو رافض تماما ويقول انا سيبيني، انا بقول له مثلا عقبالك يصرخ ويقول لي سيبيني انا مش هتجوز وحاجات كده، يعني يبقى هيرجع لها. ربنا يصلح حاله يا رب. خلاص ما تتكلميش معاه في الموضوع ده خالص خالص، وسيبيه بقى براحته. ادعي له دايما بالهدايه، وان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيرده لك كده، وباذن الله ربنا يريح قلبك من ناحيته تماما بامر الله. خلاص ما تتكلميش معاه في حاجه يا ام احمد. خلا ام احمد الو. طيب مين معايا تاني؟ اخد سهام. سهام الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا سهام. ممكن اكلم الدكتوره مليكه؟ دكتور مليكه معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سهام، اهلا بيك. ممكن اقول لك حلمين كده؟ اتفضلي حبيبتي. خير. انا وانا حلمت بيكي مره. بي انا؟ خير. حلو، مفسرين في الاحلام تفسيره جميل. اتفضلي. حلمت ان انا برضع بنتي.
فاللبن نزل بعد كده لقيته مش حلو، فجبته يعني في طبق فلقيته بيفور وبيبقى دود. فبعد كده رحت لحماتي، حماتي كانت قاعده في حته كده مش حلوه بس بتطبخ، وجنبها عارفه الترومبات بتاعت زمان اللي هي بايد دي. انت قلتي ايه؟ الرومبه بتاعت زمان اللي بتاعت المايه. طبعا عارفاها طبعا. فجنبها جراكن ميه وحاجات كده، فانا ما رحت لحته الترومبه دي. فكنت رحت قلت لها كفايه كده سيبوها عشان هي تعبت قوي، حرام عليكم. تمام. وبس على كده. ايه؟ وبس كده. وبس كده. طب انا فين بقى؟ طب فين دكتوره مليكة في ده كله؟ انت رحت لحماتي، انت اللي رحت لحماتي قلت لها. انت اللي رحت لحماتي. رحتي قلت لها كفايه حرام عليكم كده هي تعبت. ايوه يعني انا اللي رحت لحماتك وقلت لها كفايه كده انت تعبتي. صح كده؟ تمام. انت معاكي بنتك قد ايه اللي بترضعيها دي؟ لسه رضيعه؟ يعني سنه معاكي حد غيرها؟ طب حاولي تكلمينا تاني. طيب بصي يا سهام، اولا يا جماعه اللي يشوف حد من مفسري الرؤى والاحلام وخصوصا لو كان هو يعني بيرتاح له، فدي تعبيرها ان هي يعني ان شاء الله رب العالمين في بشاره خير وربنا هيرفع عنها بلاء. مش مشكله بقى مليكه غير مليكه، المهم ان انت حد يكون من معبري الرؤى والاحلام اللي انت مثلا بترتاحي له او صادق في تفسيراته، فدي معناها بشاره ليك انت بامر الله تعالى انك انت ربنا باذن الله هيرزق حماتك بالهدايه. دي ناحيه. الدود اللي نزل في اللبن ده، فانت عارفه بقى هي حسد، والدود ما ينزل في اللبن بالشكل ده تبديل حال بيكون في حسد وضرر. فانا مش عايزاكي ترضعي بنتك اولا قدام حد خالص، خليكي حذره على قد ما تقدري. وحماتك طالما ان جيت في الرؤيه وقلت لها الجمله دي وفي ترومبه ميه تقريبا قالت بتجيب ميه، فمعنى كده ان في خير هيعود عليكي منهم بامر الله تعالى. حاولي بقى انك انت اللي تتقربي، اعتبري انت اللي بتقولي سيبوها بقى يعني تبقى احسن من كده، اعتبري ان انت اللي بتتكلمي الجزء دوت، وحاولي انت تتقربي منهم بكلمه طيبه وهتلاقي الدنيا لوحدها كده سبحان الله. ربنا هدالك المواضيع كلها بامر الله تعالى والله اعلى واعلم. تقربي منها وخليها كلمه طيبه كده، بس عايزاكي تحاجي على نفسك وتداري نفسك ما ترضعيش بنتك قدام حد، وفي نفس الوقت حصني نفسك دايما. ربنا يحميك يا رب ويهدهم لك والله اعلم. طيب معايا هنا. هنا الو. الو. اي هنا اتفضلي. لو سمحتي استاذه مليكه، انا حلمت في الحقيقه حلم قريب مثلا ثلاث ايام ان انا ما بسوقش، بس عندي سواق، لكن انا ما شفتش السواق. تمام. فدست على رجلين للاسف لازم اقول يعني عبد الفتاح السيسي. تمام. الو هنا. طب الخط قطع للاسف، الخط قطع. عموما يا جماعه الرياسه الرؤساء في الرؤى من الرموز الطيبه جدا جدا في المنام، حتى لو رئيس ناس بيشوفوه مثلا رئيس السادات هو توفى وخلاص، فبرضه بيكون من الرموز الطيبه جدا جدا في الرؤى. فيا ريتك ترجع لنا تاني والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ الو معايا محمد. محمد الو. الو محمد. محمد الو. اخد مروه. مروه الو. الو. اي مروه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا متجوزه ومخلفه ابني عنده 3 سنين وحامل، فحلمت حلمت ان انا يعني حمايه بابا جوزي يعني بيديني سلسله ذهب جميله كده قوي ومساعده، وليها بلايه ملونه فيها الوان كتير. البلايه فيها الوان كتير كده. طب حاولي كلمينا تاني. مين معايا؟ اخد عبير. عبير الو. عبير الو. عبير
طيب اخد مين؟ اخد محمد. محمد الو محمد. الظاهر في مشكله في تليفونات. انا بعتذر للمتصلين. اخد ام احمد. الو ايوه يا دكتوره مليكه. ايوه اتفضلي. انا كلمت حضرتك اهو عشان برضك المكالمه قطعت. طيب اتفضلي كملي. طب حضرتك انا بقول لحضرتك الرقم اللي هو 48 بقى التليفون ده هو ايه بقى؟ رقم 4 من الرموز الطيبه على فكره في الرؤى. فانت هنا في الرؤيه بتاعتك كان انقلب الجاكيت وانت اخدتي فمعنى كده اكتمال شملك على ابنك ورجوعه تاني ليكي واستقراره وتمانية اتمام الامر على خير ما بينكم. يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي ما تلحيش عليه بقى كتير يا ام احمد وسيبيه كده براحته وان شاء الله ربنا يروق عليه. ادعي له ادعي له يحننوا عليا يا حبيبتي. ربنا يحنن قلبه عليك يا رب. ما بيكلمنيش ده حنين او طيب بس لان 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 ضربت في ابني جامد قوي. بصي على فكره انت بتقولي ابنك حنين او انت عارفه لو جيتي طبطبت عليه ومعلش يا جماعه احنا ممكن الام انا نفسي ممكن اوقات اعتذر لابني بس علشان اقدر احاجي عليه ولا مواصله احنا ام يا جماعه احنا امهات. انا ده انا لسه عاملاه على فكره مع ابني والله مش عيب ابدا ابدا زي ما الابن بيجي يراضي الام. ايه المشكله ما انت كمان تراضي؟ معلش هو مجروح شويه وانت عارفه دماغ الشباب يعني بتكون شارده في اتجاهات تانية بس انت بتقول ان ابنك حنين فانا اخد الجزئيه دي منه والتسمها فيه. انا والله لسه واخده ابني وطبطبت عليه وراضيته مع انه كان هو اللي غلطان سبحان الله يعني هو نفسه تلاقيه بقى رجع تاني لطبطبته الطيبه. فانت اعملي كده مش عيب ابدا طبطبي على ابنك وبوسي دماغه كمان مفيش مشكله خالص خالص احنا ما عملنا لهم حاجات كتيره قوي هتلاقيه رجع لك وانا متاكده من كده جدا يا ام احمد. ربنا يا رب يصلح حاله ويهديه لك يا رب وحق لا اله الا الله. طيب مين معايا تاني؟ طيب اقول حلم بسرعه كده. بنوته هي متزوجه حلمت ان مرات باباها هي اسمها نوره واقفه على بار في شقه مش عارفاها ومامتها كمان موجوده واختها مش متزوجه وفجاه لقت مرات باباها دي بترضع طفله فجاه. معلش يا دينا هتعيديه تاني احسن انا ام احمد حزنت علشانها وجعت لي قلبي. بنوته هي بنت متزوجه وليها اخت مش متزوجه حلمت ان هي واختها ومرات باباها واقفين على بار. بار بسم الله الرحمن الرحيم. بار ده في شقه مش عارفه هي فين بس وفجاه لقت مرات باباها دي بترضع طفل وفجاه لبن نزل كتير جدا من صدر مرات باباها ناحيتها هي واختها. جميل. بس لون كتير جدا. تمام حلو. وفي الحلم حد قال لها خلي بالك من البخور قوي واهتمي بيه. عايزه تعرف تفسير البخور وعايزه تعرف اللي هي هنا ده. معنى الكلام ان هي ربطت موضوع البخور واهتمي بيه بقى يعني اصل احنا اوقات نعمل البخور يقول لك ايه علشان يطرد الحاجات الوحشه فهي خدتها كده. انا ده اللي انا حاساه في هي على فكره هي متزوجه بس مش حامل منتظره حمل واختها برضو مش متزوجه ومرات والدها هي بتقول هي على علاقه انها مديك الاجزاء دي كلها ايه مرات باباها مالها هم على علاقه طيبه ببعض مفيش اي مشاكل. موضوع البخور ده اهتم بيه فانا زي ما قلت لكم رمز البخور فانا شايف ان دي بشاره طيبه جدا جدا جايه لها بامر الله. هي منتظره ذريه مرات باباها كانت بترضع واللبن راح اتجاهها هي واختها فمعنى كده انا شايفه ان هي اللي جايه عليها الدور في الرضاعه وفي الخير باذن الله. ربنا يكتب لها الخير ويا ريت هتبقى تبعت لنا حتى ولو رساله وتعرفنا انها ربنا كرمها بالحمل. طب وبالنسبه للبخور برضو البخور رمز طيب رمز طيب جدا اهتمي بالبخور تدعي ربنا كتير لان البخور هنا رمز حاجه جايه لها فيها بشاره حلوه. مين اللي بيرزقنا بالبشرات غير الله؟ الله رب طبعا ونعم بالله. فتكسر من الدعوات الطيبه لله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا هيرضيها. طيب اوكي في حلم صغير اخد مريم. مريم الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مريم. وبركاته. كنت عايز اقول ولا ايه؟ اتفضلي انت معانا على الهوا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم. معلش انا ربنا رزقني بالحج وكنت عماله ادعي تملي ان انا اخلف ربنا يكرمني. وتخلفي؟ المهم حلمت كده مريم. حلم ايوه معاكي. بتقولي بتدعي بايه؟ بدعي بالخلفه. ان شاء الله على العلم ان انا معايا ولد. المهم حلمت زي طفله كده حلمت ان انا داخله الشقه عند ماما. تمام. ولقيت ماما قاعده لقيت ماما قاعده وبتقولي تعالي بص الاثنين دول بتوعي. طب لقيت طفلين صغيرين ملفوفين في حاجه بيضاء ما شاء الله بتقولي دول بتوعك ما تقوليش لحد. تمام.
ده ولا في الحج فعلا. نسأل بتفسير الحلم ايه؟ ما تقوليش لحد، ربنا هيكرمك فعلا وداري. هو المنام مفسر نفسه على هذا الاساس، مفهوش، مش محتاج ان انا افسره خالص، هو ربنا هيكرمك فعلا. على العلم ان امي توفت، على العلم ان امي توفت الايام دي. المنام مش محتاج تفسير، المنام مش محتاج تفسير، انت ربنا هيعطيكي من الاولاد اتنين. هو انت عندك ولد وفي تاني كمان هيجي؟ عندي ولد. نعم. ايه صوتك بعيد قوي يا مريم. انا قولي الحته الاخيره بس عشان الدكتور تسمعك. مريم كملي. ايوه مريم. عندي ولد، عندي ولد. ايوه عندك ولد. أيوة بعدين في حلم. ايوه تاني. في حلم تاني انا ببوزي اللي هو سافر الحج فعلا. الو ايوه معاكي. ايوه معايا حلم تاني، معايا حلم تاني ببوزي. ايوه طيب اوكي اسمعين معاكي. طب بصي مريم، لا ممكن تبعدي عن التلفزيون، احنا مش سامعينك عشان التلفزيون. ايوه بقولك ان هو سافر الحج. ايوه بس رجع، انا شفته لما رجع ولقيته غاسل هدومه وجايب خمس هدايا اللي هي السكوتر. جايب ايه؟ فبقول له فين السكوتر؟ خمس هدايا، خمس هدايا للاطفال. فبقول له انا عايزه فين اللعبه بتاعت ابني؟ فقال لي ده بس لقيتها كبيره شويه. فبعدهم قال لي شوفيهم، لقيتهم خمسه بس ما قاليش ليش انا خمسه. ولا مش فاكره الوانهم؟ لا مش فاكره الوانهم. هما ايه الهدايا اصلا؟ طيب سكوتر. سكوتر ايه؟ سكوتر. سكوتر سكوتر. هو جوزك كان في الحج بتقولي في الواقع ولا ايه؟ لا لا انا حلمت ان هو رجع من الحج، ان هو عمل الحج فعلا ورجع منه. رجع من الحج وجايب السكوتر ده خمسه. ايوه لقيته غاسل هدومه وجايب هدايا. الهدايا دي ليك انت؟ الهدايا للاطفال. اطفال مين؟ اللي هو اخواته وابنه، لاولاد اخواته وابنه. جايب. طب ولاد اخواته كام؟ نفس العدد يعني، هم نفس العدد لقيتهم خمسه يعني ابني انا خمسه بابنك يبقوا كده خمسه؟ لا هو ملوش كده تأويل، ملوش تأويل يا مريم. هو بصي، لا مش ملوش تأويل، هي الهدايا بتدل على محبة، هو في ترابط ما بناتكم يعني كلكم مش أكتر. طيب ألو. شكرا يا مريم، شكرا. أخذ هبة. هبة ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا هبة، أنت معانا على الهوا. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك يا هبة. أنا حلمت إن أنا راكبة عربية ميكروباص ومعايا والدتي الله يرحمها، وفي ايدي قد التليفون بيت، والسلك واخداه معايا وماشي، العربيه ماشيه والسلك ماشي، وعمال اقول لوالدتي والسلك هيطول لغايه البيت، فبعدين لقيته مش هيطول كده، لقيت العربيه وقفت، فنزل فكيته لقيته ان في سلك كتير مثني على بعضه، فروحت فكيته وركبت تاني العربيه ومعايا برضو العده على رجلي وماشيه، ببص على والدتي لقيتها بنت خالي. بنت خالة. بنت خالة. انتي متجوزة يا هبة؟ انا منفصلة وبنت خالي دي برضو منفصلة. انا خلاص، ما هو موضوع السلك ده قلت فين قطع الصلة ما بين الزوج. طب كملي. بس وصحيت على كده. بس كده؟ انتي منفصلة بقى لك قد ايه، وبنت خالك منفصلة بقى لها قد ايه؟ بنت خالي منفصلة بقى لها فترة طويلة جدا، وانا بقى لي حوالي خمس سنين. خمس ايه؟ خمس سنين. خمس سنين. وهي اكتر منك؟ هي هي اكتر. طب قولي لي الجزء بتاع التليفون، انا بدور لك على رمز يكون طيب شويه. في حاجه فكتي الربطه دي ولا لا؟ عايزين نبص. ايه حضرتك بتقولي؟ في حاجه ايه؟ في السلك. انت بتقولي السلك كان مربوط، مش كان متعقد ومتلخبط اتفك فتره طويله قوي، وبعدين بقول لماما ايه ده السلك هيتقطع لان مش هيكمل العربيه. فلما العربيه وقفت نزلت بصيت عليه لقيت اللي هو ايه زي ما احنا بنربط سلك التليفون البيتي كده، فروحت فكاه وفضل بقى يعني لقيت سلك كتير، وفضلت العربيه ماشيه والسلك على رجلي برضو، العد على رجلي. بس السلك كان مفروض. السلك كان عمال كل ما فرد يعني. مفروض، والعربيه ماشيه كمان سريع. العربيه ماشيه سريعه. طيب انت عندك كام سنه يا هبه؟ انا عندي 33 سنه. 33. بصي يا هبه، طالما ان مامتك جت في المنام
وانت تشبهتي بيها ان هي جت بنت خالك اللي هي منفصله كده، خلاص انقطع الموضوع بتاع فتره الاعوام اللي هي استنتها من غير زواج بالنسبه لك انت. عشان كده انت عارفه لو في كام رمز كده اللي هو موضوع السلك وموضوع ماما، دول قطعوا المسافه، لان لولا الرمزين دول كنت لا قدر الله ممكن يبقى نفس الفتره اللي هي لحد دلوقتي ممكن تكون بقى لها 10 سنين انت قطعت نص المسافه اللي هم 5 سنين، وان شاء الله باذن الله طالما العربيه مشيت سريعه فانت امورك هتتيسر قبل منها، يعني مش هتقعدي الفتره اللي هي قعدتها دي ابدا. فانا شايفه ان ليكي امور هتتيسر بامر الله تعالى بارتباط بحياه جديده ان شاء الله، والله اعلى واعلم. شكرا يا هبه. دكتور مليك احنا وصلنا لنهايه حلقتنا خلاص، مستني حضرتك الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير، نشوفكم على خير باذن الله. اعزائي المشاهدين، احنا في حد كان طلب مننا ان احنا نعمل حلقه عن السرقه، فان شاء الله تكون الحلقه دي الاسبوع الجاي، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده، واتمنى لكم احلام سعيده.